كانش عمره من على الاقل بدايه من 2011 2012 لغايه دلوقتي احنا ما كناش سعداء في كره القدم قد اليومين دول. قد اليومين دول بالتنظيم والاستادات الرائعه وكل حاجه. كل حاجه جميله حتى الان، يمكن المستوى الفني للمنتخب، لكن زي ما قلت لكم دي مباراه الافتتاح. خلينا نستنى نشوف المباريات القادمه، هي دي المناظر اللي احنا عايزين نعملها، هي دي عايزين طاقه ايجابيه. عايزين طاقه ايجابيه كلنا. وانا هستعين بكلمه لمدير البطوله كابتن محمد فضل، قال ان الشعب المصري صحي بعد الحفل الافتتاح عنده طاقه ايجابيه. بالفعل كلنا عندنا طاقه ايجابيه، بالفعل كلنا عايزين ننسى السلبيات شويه. نحاول احنا من الناحيه الفنيه ان احنا نتكلم عن السلبيات الفنيه اللي موجوده في المنتخب، ولكن عايزين ننسى بقى الاخطاء اللي بيعملوها كلنا. كلنا كل واحد شاف ما حدث امس من السيده اللي عملت كده او من الشخصيه اللي عملت كده. كلنا انتقدنا الموضوع، كلنا انتقدنا الموضوع، انتقدناه لان اللاعبين مش عارف، لازم يركزوا في المباراه ويركزوا في التدريب ويعرفوا قد ايه المسؤوليه الملقاه عليهم. خلاص انا متاكد ان هيحصل عقاب خلال البطوله او ما بعد البطوله، ان ما كانش حصل، ولكن بعد البطوله ايضا هيتضح ماذا حدث مع هؤلاء اللاعبين اللي اخطا منهم، لانه في ناس منهم لم تخطئ. في ناس منهم لم تخطئ. فعشان كده انا بقول لحضراتكم ننسى بقى وناخد ناخد الطاقه الايجابيه اللي طلعت لنا من حفل الافتتاح ونساند بيها منتخبنا الوطني ان شاء الله يوم الاربعاء القادم، لانها صدقوني هتبقى مباراه صعبه. ان شاء الله منتخبنا يظهر بشكل جيد في هذه المباراه. انا اسف ان انا طولت عليكم في هذا الموضوع، ولكن هو ده الموضوع اللي الناس كلها بتتكلم فيه. هو ده الموضوع، الناس كلها نسيت استعدادات المنتخب والمنتخب هيعمل ايه وهيلعب ازاي والنواحي الفنيه وكذا، واتكلموا على ما حدث امس. فعشان كده كنت لازم اتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع، وانا شرحت لكم وجهه نظري. اللي متوافق معايا في وجهه نظري اوكي، اللي مش متوافق معايا طبعا قد يكون له وجهه نظر اخرى، ما عنديش اي مشكله في هذا الموضوع.